السؤال توا ناصر البدوي نفس السؤال، هل يعيش النادي الصفاقسي في أزمة ناصر البدوي؟ هو بون وقت اللي تحكي على نتائج وثلاثة هزايم ما تنجم تكون كان أزمة، فريق كبير ما عندوش حق يخسر ثلاثة مباريات ورا بعضهم، خاصة كما كان يحكي صادق وقت اللي تخسر فما بعض المباريات والله مسموح فيهم انك الكرة عكست وما حبتش وجات الفرصة باش تعدل وحتى باش تنتصر ومالوريزمون شوا صار غلط انك ما عرفتش تمركي الكرة الاخرانية، نورمالمون ضربة انتيريور ضربة اكستيريور ما نعرفش عملت شوا تكنيك اللي هو غلط، لكن فما فوليوم دو جو فما ايكيب فما احقاق الحق. الزوز مباريات اللي قلقوا وهي مباراة اتحاد المنسيري ومباراة النادي بنزرت للامانة معناتها زوج مباريات مقلقة تمرض تعب تخلي لي بوان دانتيروغاسيون الكل تخلق معناتها اليوم برشا اسئلة اسكو شوا نتاع الناس اللي تم انتدابهم الكل اسكو الاختيارات الفنية قاعدين نختاروا الرجل المناسب في المكان المناسب ولا لا هذا من كلهم معناتها دي بوان دانتيروغاسيون لابد على الإطار الفني اللي عندنا فيه ثقة كافية. نبيل كوك اليوم ما نجموش نكون طلب جماهيري من الناس الكل وطالب نبيل كوكي وأحسن مدرب ورجل المرحلة والناس كل نشيدوا بالمدرب هذا بعد ثلاثة هزائم ولا نتائج سلبية اليوم صحيح هي تقلق راهو الحقيقة الحق أنا أقول لك الفرق الكبرى ما عندهاش الحق باش تخسر ثلاثة مباريات ورا بعضهم معناتها مباراة ويونكور معناتها باش تشوف تعدي وتمادي لابد أن الصفاقسي يرجع لمساره الطبيعي. بون بالنسبة زاد الغيابات وقت اللي زاد نحكي أنا الحباسي منذ غياب الحباسي اللي من الناحية الهجومية النادي الصفاقسي تقلق من ناحية زاد بركات الحميدي اللي في وقت من الأوقات زاد كان عامل إضافة توظيف الملاعبية في النادي الصفاقسي زادة قعدت إلى حد الآن ما زلت فيها وعليها ما زلت ما شفناش التوليفة اللي تتكمل بعضها. هي وقتاش اليوم برشا تساؤلات ناصر البدوي كي نحكيه بالحق لأنه اليوم لو كي نشوفوا احنا انتصارات ثلاثة انتصارات بعد ثلاثة هزائم وبعد تعادل اليوم بطبيعة الحال فما السؤالات موجودة في قاعدين نتبعوا كيما الناس الكل معنا الجمهور يتسألوا على انتدابات يتسألوا على الإطار الفني يتسألوا على توظيف الفريق يتسألوا على مولات يقولوا على مشاكل فلا تسيرية برشا كلام قاعد يتقال وتم فتح برشا بيبان تاع تأويلات حول هذا الموضوع. هو الحاجة اللي تميز الهيئة التسييرية هذه معناتها احقاقا للحق المشاكل المادية اللي تعرف اللي في ظرف مش بعيد الملاعبية خالصين في المنحة نتاع الانتصارات نتاعهم الكل. الملاعبية ماخذة لي سالير نتاعها قبل مباراة اتحاد منسيري معناتها فما استقرار مادي فما استقرار إداري فما استقرار إداري موجود صحيح مش بالطريقة اللي نحبوها. لابد اليوم حان الوقت النادي الصفاقسي تكون عنده هيئة قارة احقاقا للحق. المرحلة هذه ما يلزمش تكمل وما يلزمش تواصل تو ماك تعرف الانتخابات في جانفي 20 جانفي 20 جانفي الناس هذوما يلزمهم يعرفوا يوصلوا الأمانة من هنا 20 جانفي الناس هذوما يلزم يعرفوا كيفاش يخدموا ومع الفريق باش يوصلوه البلاستو انا كي تقول لي هيئه قاره ناصر البدوي بالحق وقتاش نجموا ربما نتكلموا في موضوع هذا وقت اللي كنقولوا نسمعوا بمشاكل اداريه ملاعبيه مش خالصه فمش منح وغيره لكن هيئه تسييريه هذه قاعده تقوم بالعمل نتاعها دائما من ناحيه الاداريه من ناحيه خلاص مستحقات اللاعبين دونك لهنا الاشكال ولا كروي رياضي بحت معناها فما اشكاليه إيه فما بلوكاج فما بلوكاج كيلكو بار انا مانيش عايش بون عندي لي كوليس باش ما نبداش اليوم خاطر عندي ميكرو وزاد فما عندي حاجات نتاع تحفظ للامانه اللي ما نجمش نقولهم اليوم يمكن نهار اخر توجيه وقته نقولهم اما اليوم فما مشكل فما سيتيوشن دو بلوكاج فما حاجه مش ماشيه فما حاجه مش راكبه على بعضها انا علاش نقول لك يا حاتم مدرب مؤقت ما ينجحش هيئه مؤقته ما تنجحش يابد اليوم النادي الصفاقسي يابد حاجه قاره باش الناس تخدم على عامين ثلاثة سنين وتحط الامكانيات الكل توفر الامكانيات الكل وتعطي اليه النجاح لكن في نهايه الامر انا بمعرفتي الصغيره للكور راو في المجموعه نتاع النادي الصفاقسي باش تقعد مش مجموعه اكسبسيونيل لكن تقعد مجموعه طيبه مجموعة اللي تنجم تعمل نتائج خير منها. نعيم السيسي فما تخوف كبير من جمهور السي اس اس من تكرار موسم الماضي، موسم الماضي تعرف عليه كانوا في 7 نقاط الفريق تعدى البلاي اوف في اخر جوله كونتر هلال الشباب عمناون فما تخوف كبير من تكرار سيناريو الماضي. السنه مع بدايه الموسم فما استبشار من ناحيه الانتدابات من ناحيه انه الفريق رجع على سكه من نحى الانترديكسيون تاع ميركاتو وغيره ولكن على مستوى النتائج
ما فماش فرق كبير ما بين فريق عمناور ممنوع من الانتدابات يلعب بوليداته ما بين الموسم هذا يعمل عدد كبير من الانتدابات على مستوى الكونتور. ديما نشوفوا بيلون احنا 7 نقاط عمناور في الليل 9 نقاط هذا الموسم عندنا قطيم في القش برشا دور 10 بونتو لا 10 بالالي بوان سي ابي 9 نقاط في الليل اي بوان تاع سي ابي على 18 بونتو فما 9 بالضبط على 18 بونتو فما 9 نقاط. شوف انا باش نرجع لكلام ناصر انه مش مسموح النادي كبير كيما نادي الرياضي الصفاقسي انه ثلاثه هزايم تقريبا حتى نراو مباراه النادي البنزرتي كنا شفنا المباراة كانت يعني في عند من أكثر المباريات الخايبة اللي لعبهم النادي الصفاقسي ولولا الحارس صبري معناها كانت تكون نتيجة لصالح 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 السيابي. للأسف هو فما ديكليك لازم يكون موجود. أنا ما نتصورش أنه بشكون كارثي لأني تو كنت نسمع في ناصر أنه ماليا معناها اللعبية الأمور واضحة إداريا الإدارة قاعدة تقوم بواجبها معناها المشاكل اللي كانت موجودة موسم الفرط ماهيش موجوده بلوز او موان الموسم هذا حتى الملاعبيه ما همش متقلقين من معناها المشاكل الاداريه ماهيش مراجعه بالسلب على الملاعبيه. فما ديكليك يلزم يكون وقتاش يكون الديكليك هذا زاد راهو فما مدرب هو اللي يلزم يكون زاد اكثر لانه تحب ولا تكره نبيل الكوكي عنده الخبره الكافيه وخبره تكون عنده الخبره اللازمه في المباريات القادمه تكون موجوده. انا بالنسبه لي انا لابور نتاع نبيل الكوكي باش يكون اكثر منه بالنسبه للملاعبيه يعني نبيل الكوكي باش يكون عنده دور اكبر في الحاله هذه كالملاعبيه لانه هو اللي يلزم يدخل في الملاعبيه يقول لهم كما نقولوا نحن إليتو انه تصير رجه راهي باش يكون مني انا وباش يكون منك معناها من خلالي انا ليكم انتوما وينجم يكون في ماتش اللي قلت لك يصير الديكليك اللي يعاود يرجع بيه ويسترجع بيه افكتيفمون ترجع الثقه بالنسبه للاعبين وكذلك للاطار الفني بالنسبه للنادي الرياضي الصفاقسي. انا فما حاجه اللي هي مهمه واللي هي ناكد بها اذا فريق دخلوا الشك اصعب حاجه في الكره وقت اللي يدخلك الشك وكاني انا ملعبيت نادي الصفاقسي في وقت اللي نشوفهم يلعبوا فما مشكله بتاع شك فما دوت بدا يدخل وخيب حاجه بالنسبه لاي ملاعب انا نعرف ونعيشوا من الاكسبيرينس هذوما اذا ملاعب يدخل فيه شك ولا المجموعه تدخل فيها شك راهي تولي خايبه خاطر يولي ضغط نيجاتيف يولي كل حاجه تخاف منها حتى جيست تكنيك ما عادش تعملها حتى إيه لكن هذا دور شكون دور شكون والخوف دور الناس كل اللي تخدم الاطار الفني والناس اللي موجوده والناس تشرف على الفريق والرئيس اللي موجود رئيس اللجنه التسييريه الناس كل شوف اخطر حاجه راهو في كره القدم وبالنسبه للاعبي وخاصه في الفرق الكبيره انك تستانس بالهزيمه يعني انه الهزيمه تكون عاديه وقت اللي انت تنهزم وتكون عندك عادية وتخرج عادي معناها من الملعب هذيك حاجة مخطرة برشا لأنه بعد معناها عادي أنه ما يحسش إنهزمنا وقتها تتوالى زاد الهزائم وما عادش الملعبية يقول لك عادي معناها تدخل في العادي تدخل في الروتين هذيك حاجة خايبة برشا بالنسبة للفريق. أنا معك في الموضوع هذا لكن قبل دكتور إذا تشطرني رأي وإلى لا قبل نقولوا مشاكل الملعبية إذا تعدى بفترة فراغ على مستوى النتائج نقولوا ديما داخل الأمور الإدارية والمالية ومش خالصين وملعبية مش مركزين لكن المره هذه نعيشوا في سيتوياسيون واضحه كلير معناها ملاعبيه خالصه لي بريم نتاعهم سالاريتهم جوهم باهي شنو هو المطلوب توا باش الفتره الشكل اللي كانوا يحكيوا عليها ناصر ونعيم يتعداو منها شكون اللي يلزم ينحيها الفتره هذه؟ المدرب واللاعبين هما اللي قاعدين معناها على الميدان هما اللي يمثلوا النادي الصفاقسي اليوم فما مباراه ضد مستقبل مرسى مش باش تكون سهله كما برشا عباد يستخايلوا مستقبل مرسى معناها فريق قاعد يتحسن من جوله لجوله مع عبد الستار موسى في المباريات الاخيره والنادي الصفاقسي ماهوش في خلينا نقولوا كما كانوا يحكيوا الاولاد كابيتال كونفيونس كبير عنده معناها لكن اليوم النادي الصفاقسي اسكو الاصابات باش تواصل ساعه قبل كل شيء معناها بركات والحبوبي والحباسي هذا جين خد ضرب الكشف اللي ما عندوش حلول هجوميه أنا ثلاثة هذوما خليو بلاصة على مستوى الهجوم دونك لكن صديقي زاد اليوم حاجة بوزيتيف معناها تحسب للنادي الصفاقسي غرام رجع ديجا سي بون شوز معناها غرام كان يكارتي معناها اليوم غرام رجع ياتيل اون بوسيبيليتي فهمني زاد خروجه على ليكيب زاد كان أثر شوية على الأمبيونس جينيرال وما يحبش يعاود أو باش يعاود أو باش يمشي أو باش يقعد والسيناريوهات تاع دكدوك كومباني ودحمان رجعوا البال دونك ما فيها باس يقعدوا بور إكليرسير لو بوان هذايا كما قال ناصر راهو الهيئة المديرة لازمها تكون مستقرة لازمها تكون هيئة مديرة كونتينيو معناها إلى متى لو ترانزيتوار حان الوقت بروفيزوار كي دور معناها دونك اليوم الحقيقه النادي الصفاقسي لاعبين والمدير الفني ما عندهم حتى عذر
معناها الهيئه المديره وفرت كل شيء، بريماتهم خالصين ابارامون اون سول بريم عندهم، شاريهم كل خالصين. شو المطلوب معناها؟ شو المطلوب معناها؟ هذاك هو السؤال المطروح. لا كوبي لا كوبي لا كوبي كونتر سي ابي خايبه برشا معناها فهمني، مستوى على الاخر معناها فهمني. كان ما جاتش لي زيكسبلوا نتاع صبري بن حسن اللي هو راهو ان سارتان مومون راهو صبري ما كانش يلعب معناها، قالوا لي يلعب صحيح فهمني. بون قالوا له ابارامون سا لوي بلي ديتر لو دوزيام دونك فهمني. دونك صبري بون جي جون ديترميني بوري دو تالون تبارك الله عليه، دونك فريمون منع النادي راه ديسبيرسي. صبري بن حسن راهو كان البرومي غارديان تاع عبد الحي ليكيب تاع عبد الحي بن سلطان نتذكر. دونك الحقيقه النادي ديسبيرسي اليوم اسمعني، من السيك في الخساره كان الربح بالضبط. اي دوا ريبارتير دو بون بي، ثلاثه نقاط في الكونتور ويرجع يماركي وبرجو ليا ايلي غران طون. زاد مره اخرى نقولها ونعاودها، في الكره يفو اوزي شوي، مابيل تري كونسيرفاتور، يفو اوزي يفو اوزي صحيح يفو اوزي. خاطر في وقت من الاوقات باش تقعد تخمم معناتها باش تخدم بونتو وتخدم كورنير وتقعد تستنى الادفيرسير، بعد ساعات انت تو دوا امبوزي الريتم نتاعك، سيرتو كانك لازم تحط الريتم نتاعك باش تنجم الادفيرسير يقعد يجري بجنب. واضح. يلا باش نحكيو ايضا بعد شويه على النادي الافريقي، فقط نعاود نتذكر الكونفرنس بريس نتاع عادل رمزي مدرب الوداد، مازال كوفيت وبعد شويه